نعم يعني سيد رأس لبنان مجلس الأمن الدولي في دورته 66 المرة الأخيرة قبل انتهاء عضويته، ومن المقرر طبعا أن يلقي رئيس الكلمة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان كلمة في هذا الشأن أمام الجمعية العامة وأيضا كلمة أخرى خلال ترأسه مجلس الأمن، وهو سيؤكد بحسب معلومة الام تي في على موضوع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين ورفض توطينهم في البلدان المجاورة التي هجروا إليها وتحديدا لبنان. رئيس الجمهورية اليوم كما سبق وقلت ديانا أيضا ترأس أو شارك باجتماع رفيع مستوى حول ليبيا بالأمم المتحدة، وأيضا ألقى كلمة أكد فيها بأنه سيجري في بيروت اجتماع رفيع المستوى أيضا ب 24 تشرين الأول حول موضوع ليبيا، وهذا الأمر سيشجع الشركات اللبنانية وعدد من المستثمرين اللبنانيين بالاستثمار في ليبيا. زوج الإشارة بأن الجمعية العامة في دورتها 66 كانت استتحت رسميا بالثالث عشر من أيلول الحالي، أما الاجتماع العام هو ب 21 منه، وستواكب الام تي في هذا الحدث حتى نهاية هذا الشهر، حتى إضافة إلى زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. نستمع الآن إلى أبرز ما قاله الرئيس ميشيل سليمان خلال الاجتماع حول ليبيا. جو الخولي حدثتنا من نيويورك، شكرا لك على هذه الرسالة. يتوقع الليبيون منا المساعدة لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، ففي المدى القريب هم يتوقعون مواصلة حماية المدنيين، مساعدة المجلس الوطني الانتقالي في حفظ الأمن، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية. أما في المدى البعيد فإنهم يحتاجون إلى المساعدة على بسط سيادة القانون وبناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية، وينبغي لنا ألا ندخر أي جهد لمساعدة شعب ليبيا في تلبية هذه الاحتياجات، لا سيما من خلال بعثة الأمم المتحدة التي أجاز مجلس الأمن إنشاءها. ويسرني أن أعلن هنا أن لبنان وليبيا اتفقا على أن يعقد في بيروت بتاريخ 24 تشرين الثاني المقبل مؤتمر خاص لتشجيع الاستثمار في ليبيا، تأكيداً منهما على أهمية العمل المشترك من أجل بناء غد أفضل.